خلينا نروح لواحد من اساطير هذه اللعبه، لعبه الكره الطائره، وكابتن فريق النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام. يا كابتن عبد الله ازيك يا حبيبي، الف مبروك الاول. حبيبي يا كابتن اسلام، ربنا يخليك ويبارك فيك، منور حضرتك وجميع النادي الاهلي المحترمين والنجوم اللي مع حضرتك في الاستوديو. كابتن سيف وكابتن عبد الرحمن الحسيني، يعني اثنين من نجوم الفريق، اعتقد لهم دور مهم خلال اربع بطولات استطاع ان يفوز بهم النادي الاهلي يا كابتن عبد الله. طبعا، يعني هم اخواتي الصغيرين وان شاء الله مستقبل النادي الاهلي، ولاعيبه محترمه جدا وعلى خلق، ولاعيبه يعني ما شاء الله عليها ادت مستوى جيد جدا ومحترم جدا، نفذت تعليمات الجهاز الفني، بتسمع كلام اللعيبه الكبار معايا انا واحمد صلاح وحسام وحليم. فطبعا ما شاء الله عليهم، ربنا يكرم الفتره الجايه في المنتخب وان شاء الله يبقى مستقبل النادي الاهلي في امان ان شاء الله. اعتقد انه دورك كواحد من اساطير هذه اللعبه ومن كباتن الفريق او كابتن الفريق، اعتقد دور مهم جدا جدا مع وجود جهاز فني محترم، مع وجود جهاز اداري محترم، ولكن دور كابتن الفريق بيبقى له دور مهم جدا في ظل تلاحق البطولات اللي احنا كنا بنتكلم عنها يا كابتن عبد الله. طبعا يا كابتن اسلام، يعني ده مش حاجه غريبه على النادي الاهلي، ده جيل بيورث جيل، اتعلمناه من الاجيال اللي السابقه النادي الاهلي والاجيال المحترمه للنادي الاهلي. طبعا مهمه صعبه جدا، بما حضرتك طبعا نجم كبير في الكوره واسطوره في كره القدم، طبعا تعرف يعني مهمه فريق كابتن الفريق، مهمه لعيب كبير موجود بالذات لما بيحصل صفاق في الفرقه. طبعا احنا اخر سنتين كان عندنا مشكله اللي احنا خاسرين دوري وكاس، فكان السنه دي الحمد لله رب العالمين كلنا كنا على الاقل دبل واحد. اللعيبه الصغيره طماعين، انتوا برضو يا كابتن عبد الله طماعين، اربع بطولات يعني يا جماعه سيبوا حاجه للناس بقى، ما تسيبوش حاجه، انا بهزر. والله يعني يا كابتن اسلام الحمد لله رب العالمين، يعني فريق النادي الاهلي في الكره الطايره متعودين على كده، معودين جمهورنا على كده. الحمد لله الحب السايد بين اللعيبه وبين بعضها. اللعيبه الكبيره بتدي تعليمات للعيبه الصغيره مع مساعده الجهاز الفني، والحمد لله ربنا بيكرمنا باللعيبه المحترمه اللي زي عبد الرحمن الحسين، زي سيف عابد، زي احمد عزب، زي عصران، زي النجوم الصغيره الموجوده كلها، مش عايز انسى حد فيهم طبعا. يعني بتوجيهاتنا بنحاول يعني نقولهم على التعليمات بينفذوها اكمل وجه، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كلهم بيسمعوا كل التعليمات اللي بتقال لهم وبيحاولوا يعني ينفذوها، والحمد لله رب العالمين بيساعدونا ان احنا بنحاول ننقل خبراتنا واحده واحده ليهم، والحمد لله رب العالمين. يعني بين السنه اللي فاتت زي ما حضرتك شفت الفرقه الحمد لله يعني كلنا جاهزين وكلنا مستعدين وكلهم الحمد لله رب العالمين ادوا بشكل جامد جدا، وهم كانوا الباور والدافع الاساسي لينا واللي احنا كنا محتاجينه، والحمد لله رب العالمين ظهروا بشكل كويس جدا في كل البطولات، والحمد لله ربنا كرمنا باربع بطولات. ده الطبيعي الحمد لله اللي احنا زي ما قلت لحضرتك معودين جمهورنا عليه، معودين مجلس ادارتنا طبعا بنشكرهم على الدعم، يعني من اول الموسم لحد اخر الموسم في ظهرنا، في يعني حتى ما يعني ربنا كرمنا البطولات، اول فرقه احتفلوا بيها وكرموها، ودي مش غريبه عليهم ولا جديده عليهم، فبشكرهم جدا طبعا في الدعم اللي هم قدموه للفرقه طول الموسم. عايز تقول له ايه يا سيف؟ لا كابتن عبد الله، هو عارف اللي فيها طبعا، يعني هو اكتر واحد معايا كان في المعسكرات برضو، واول واحد اتكلم معايا لما جيت هو كابتن احمد صلاح برضو، بالعكس هم احتضنوني، يعني طبعا انا كنت واحد جاي من بره وعلى فريق كبير، فالموضوع مش اسهل حاجه يعني، فانك تتاقلم وتنسجم مع الفرقه دي كان محتاج يعني الدفع اللي هم الاثنين ادوها لي، فانا طبعا بشكره على اللي هو عمله معايا كله طول الموسم، وان شاء الله اللي جاي كله مع بعضينا. ربنا يخليك يا سيف، ربنا يخليك على كلامك المحترم دوت، انت لعيب ان شاء الله وخامه ومستقبل محترم للنادي الاهلي. يعني ما شاء الله عليه من ساعه ما جالنا يعني في التمرين بيتعب وبيجتهد جامد جدا، والحمد لله ربنا كرمه بموسم كويس. طبعا عبد الرحمن الحسيني مش غريب عليه، طبعا عبد الرحمن معانا من زمان، من هو صغير كمان كان بيصعد معانا، ما شاء الله عليه يعني حاجه مستقبل محترم ان شاء الله النادي الاهلي، ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله رب العالمين، وهو وكل الجيل اللي معانا المحترم الصغير دوت كلهم الحمد لله بيحبوا الخير لبعض، ودي حاجه يعني في فرقه جماعيه بتبقى مطلوبه جدا، الحمد لله تربيتهم صالحه جدا واهاليهم يعني احسنوا تربيتهم، فربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله رب العالمين، والسنه الجايه اكيد الموضوع يعني مش سهل طبعا، الاستمراريه ديت
مهمه جدا، دي نصيحه مني ليهم ان هم لازم يكملوا على نفس المنوال وان شاء الله يأدوا بشكل احسن كمان عشان الاستمراريه في البطولات ديت. الموضوع مش هيبقى سهل، محتاج تعب اكتر وجهد جامد جدا وتركيز اكتر، فان شاء الله رب العالمين هم ان شاء الله يبقى عند حسن الظن وان شاء الله ربنا يكرمهم ان شاء الله ويكرمنا باذن الله ونرفع يعني رايه النادي الاهلي في العلالي زي ما احنا معودين جمهورنا ومدير الرياضه ان شاء الله. الرحمن لا لا عبد السلام ده ما ينفعش بصراحه. لا لا يا كابتن عبد الله والله يعني فعلا فعلا من الناس اللي هي يعني يسندك في اي موضوع حتى لو بره اصلا التمرين او بره الفولي، يعني تحتاجه في اي حاجه واقف جنبك على طول. يعني عبد السلام بقى يعني شخصيته اصلا اللي بره الملعب عكس اللي في الملعب تماما، في الملعب جد وايه وممكن يشدنا في بعض الاوقات ومش وكده، بس هو بره الملعب يعني حاجة شخصية تحب تقعد معاه، تحب تقعد معاه بقى على القهوة وتحب، هو عارف بقى أصلا سيديات الفرقة كلها معاه وعارف إيه يعني عارف التفاصيل بتاعت كل واحد، وتلاقيه إحنا حتى في أوضة الغيار كده إيه مثلا بعد التمرين بلبس ورايح في حتة هو قافشني أنا رايح فين وعارف كل واحد رايح فين. أه لا لا هو يعني عبد الله نجم كبير الحقيقة كابتن عبد الله. يعني نتمنى لكم يا رب السنة الجاية، أنا عارف إن هي سنة صعبة جدا ولكن دائما قدها وقدودها. يا كابتن عبد الله انا بشكرك شكرا جزيلا والف الف مبروك يا كابتن عبد الله. ربنا يخليك يا كابتن اسلام وبالتوفيق لحضرتك وبالتوفيق ليهم، واشكرهم على الكلام الجميل دوت، وده اللي هيفضل يعني بعد ما خلاص هنسيب الملعب ان شاء الله ونتفرج عليه. لا 10 سنين يا كابتن عبد الله. ربنا يخليك يا كابتن اسلام والله، ده الواحد يعني اللي هيطلع من الرياضه دي السيره الحلوه والشباب المحترم دوت اللي مع حضرتك ومنورك النهارده. بشكر حضرتك على المداخله الجميله دي وموفق ان شاء الله رب العالمين يا كابتن. شكرا جزيلا لواحد من اساطير هذه اللعبه كابتن عبد الله عبد السلام.